أصلت الركود يا شمعة. أما أنا لهذه الروح أن تعانق السماء. كنت خير سيد حتى سقطت في هذا المرض اللعين. إما أن تنهض منه وتوقف جبروت ولدك شقيف، وإما فلتذهب إلى الجحيم لنرى كيف سيكون ولدك من بعد موتك. أين بثينة؟ أين بثينة؟ هيا ابحثوا عنها. ابقى إلى جانب والدي يا جلمود. لا تقلق يا أبي، إنها في مكان ما تجمع أعشابها. إذن فقد ابتعدت عنا كثيرا. ماذا تريد يا عكاي؟ أنت تعرفين ماذا أريد، وأنت تعرف من أريد. لكن من تريدينه لا يكاد يحس بأنك على قيد الحياة، بل هو لا يكاد يراك. وهذا أجمل ما فيه. أن يعرض عنك مستخفا هذا أجمل ما فيه؟ لعمري هذا أسوأ ما فيك. ولكني راضية. ماذا لا ترضين برجل يضعك بكفة ويضع الدنيا كلها بكفة أخرى؟ لماذا؟ لأن قلبي لا يميل إليه. أطلق العنان لقلبك، سترين كيف يطير إلي طالبا الرحمة. لماذا ابتعدت عنا يا امرأة؟ كنت أظن أني لم أبتعد. أنت في ذمتنا يا امرأة، وعليك ألا تفارقينا خشية حدوث مكروه لك. أخشى أن يحدث لي مكروه. طبعا، أنت زوجة أسامة. كنت زوجته إلى أن قتله أبوك. هذا ما يطربني فيك، إن ضحكتك لا تغادر وجهك حتى في أحلك الظروف. لم أرى أحلتها حتى الآن. إن وصلت ملاحقة شقيف سترينها وستعيشينها يا سلافة، وستتمنين لو أنك أصغيت إليه. مشكلتي أنني أصغي إلى قلبي، ولا أريد أن أطلقها من عقابي. أنني أمسك به وأعصب عينيه. همسي له إذن، إن أكاي سيحلق به عاليا. شقيق هو من سيطير به يوماً. إن طار به فسيفلته فجأة ليحيله إلى بقعة دماء كبيرة يا سلافة. أحب محاججتك وأكره إلحاحك. عطيئة، تعال وانظر إلى هذا الوجه. انظر، هذا وشم طائر جارح. ترى من يكون أبوه؟ ربما هو من السادة. لا شك أنه من السادة. هذا يعني أن أهله لن يكفوا عن البحث عنه، وسيتعرفون إليه ولو بلغ 50 من عمره. فلماذا تتعبين نفسك برعايته إن كان سيؤخذ منك عاجلاً أم آجلاً؟ لن يأخذه أحد مني، وسأزيل عنه الوشم حتى لا يتعرف إليه أحد. أيتها الحمقاء، ألا تعلمين أن الوشم لا يزال؟ حتى وإن مات صاحبه فالوشم يظل حياً. إذا منذ الآن لن يرى أحد كتف جاسر،
وإياك أن تبوح بسر وشمه. ما زلت لا أحس بالأمان تجاه هذا الصبي. لو أنك تحبين شخصاً آخر غير شقيف لما تونيت عن تهشيم رأسه بيدي هاتين. أتخشى شقيفاً يا عكاي؟ أحب شقيفاً وهناك فرق. بل تخشاه، تخشاه كما يخشاه أهل القبيلة وفرسانها. لا ضير من أن يخشى الرجل سيده. شقيف ليس سيدك طالما أن الشامان على قيد الحياة. فأين بصيرتك النافذة إذن يا سلافة؟ تعني أنه سيموت بين يوم وآخر؟ بل بين لحظة وأخرى. إنه على هذه الحال منذ زمن طويل، وأخشى أن يطول انتظارك وانتظار شقيق. أعدك ألا يسمح شقيق بذلك. ماذا تعني؟ لقد هجعوا للنوم وباتت الفرصة مواتية يا شقيف. هل أنطلق يا شقيف؟ ولكن إياك أن تخطئ الخيمة يا سخان، إياك أن تجلب أمها عوضا عنها. أريد الفتاة ذات الشعر الأشقر. سأجلبها لك يا شقيف. بهذا تثبت لي أنك صنديد الصناديد. استعمل خنجرك لهذا، فهو الأجدى في حالة كهذه. هيا سأفعل. ألا تريد أن تنام يا جاسر؟ هل أقص عليك حكاية؟ ما رأيك أن تسمع حكاية أمك؟ حكايتي مع أبيك حطيئة. ألم ينام بعد؟ لا يريد أن ينام. غريب أمر هذا الطفل، ألا يحس بالتعب؟ ألا يداعب النعاس أجفانه؟ إنه لا ينام إلا النذر القليل من الليل. لماذا يختلف عن بقية الصبية؟ بل لماذا يختلف عن كل أنواع المخلوقات؟ ربما لهذا أنا متيمة به، وربما لهذا سأجن يوما على يديه. لا أحبه، لا أطيقه. ما بك يا رجل؟ أيعقل أن تعامله كند لك؟ أقسم أني لست ندا له. إياك أن أسمع صوته أو صوتك. ربما أخطأ الخيمة. سأقتله إن فعل. وماذا لو كان في الخيمة أكثر من فتاة شقراء؟ أظنه سيقوم بالمهمة على أكمل وجه. الأفضل أن يفعل ذلك، وإلا فالويل لك وله أيها الأبرش. أحيطوا به يا رجال. أشفظوا سيد القبيلة. أتظنهم يقتلونه أيها الأبرش؟ إن أمسكوا به داخل الخيمة قتلوه، فهم عرب يا شقيف. فماذا نفعل؟ نعود أدراجنا، إذ أننا لن نستطيع إنقاذه. أنت جبان رعديد أيها الأبرش. لست جبانا يا شقيف، لست جبانا. إن أردت هبطنا معا لإنقاذه. تتسلح بالحمق لتثبت لي أنك شجاع. هل نقدر على قبيلة بكاملها؟ وهذا ما ألمع له يا شقيف.
سننتظر حتى شروق الشمس. أنا سأخلد إلى النوم، أما أنت فستبقى يقظا ولن تغفل عينك عنهم لحظة واحدة. هل فهمت؟ إنني أترك لكم زاداً يكفيكم لأيام، فإن احتجتم شيئاً فهناك قبيلة خلف التلة الشرقية تعرفها ربا، يكفي أن تخبريهم أنك من طرف عروة بن كلثوم ليقدم لكم ما أنتم بحاجة إليه. رافقتك السلام. حين تتحدثين إلى رباب دعيها ترى شفاهك جيدا، سترين أنها قادرة على فهم كل ما تقولين. أنت تقرأين الشفاه يا رباب؟ دعوا النار مشتعلة أمام باب الخيمة وطوال الليل حتى تأمن وحوش الصحراء. على أي حال سأكلف رجلا من القبيلة لحراستكم ليلا، إنه كليب يا رباب. عروة، إذا لم تعد لي بليث فعد لي بثوب أسود لا يبلى قبل أن أبلى. ولماذا تحتاجين الثوب الأسود؟ سأخبرك عندما تأتيني به. إذن أرجو أن أعثر لك على ليث. شقيف، إياك أن توقظني بهذه الطريقة مرة ثانية أيها الأحمق. سخان، سخان يا شقيف. هل قتلوه؟ رأيتهم يقتدوه وقد لفوا الحبال حوله. إلى أين؟ ربما إلى وادي الأفاعي. هل سيتركونه هناك؟ لا أدري يا شقيف. اتبعني. ألن نأخذ الجياد معنا يا شقيف؟ الجياد سنعود لأخذها. هل تعرف اسم هذا الوادي؟ إنه وادي الأفاعي. إذن أنت من هذه البلاد؟ أنا غريبا ضل الطريق يا سيدي. ها؟ ضل طريقه فوجد نفسه في خيمة فاطمة. كنت أبحث عن طعام أقتات به. فلماذا كممت فمها بمنديلك؟ ولماذا أجبرتها على الخروج معك؟ خشيت أن تنبئ بوجودي فتقتلونني، فقلت ألقيها خارجا وأعود لأخذ ما أحتاجه من طعام. اسمع، نحن عرب أيها الرجل، وتعرف أن من عاداتنا إطعام الضيف وإكرامه. أتكون أحد رجال شقيف الفاجر؟ شقيف؟ لم أسمع بهذا الاسم من قبل يا سيدي. ما اسمك إذن؟ اسمي حاتم. حاتم، ابن من؟ حاتم بن سعيد العامري. من أي قبيلة أنت؟ من قبيلة الأحنف بن بشير. أنت من قبيلة الأحنف؟ أقسم على ذلك يا سيدي. أقسم إنك كاذب. قد أتينا بفاطمة لتشهد حكم الموت عليك. الموت يا سيدي؟ أجل الموت.
وهذا أقل ما تستحقه لفعلتك الشائنة. أية فعلة شائنة يا سيدي؟ لو كنت أعلم أنكم عرب لطرقت بابكم، لكنني خشيت أن تصدونني أو تقتلونني. كفاك كذباً أيها الرجل. توسل إليك يا سيدي. لنسائنا حرمة، وما تخطاها أحد إلا وقتل بتخطيه، وقد فعلت أكثر من تخطي الأمر. لكننا لن نلوث أيدينا بدمائك، وسنترك المهمة للأفاعي. لم تفعلوا ذلك بي، أنا أكره الأفاعي. أنتم عرب يوصفون بالصفح. أرجوك يا سيدي، لا، لن نصفح عمن ينتهك حرماتنا. هل أنت راضية بحكمنا عليه؟ كل الرضا، ولو أنني أتمنى أن أقتلع عينيه قبل أن تلتهمه الأفاعي. أرجو أن يطهر السم قلبك. أنتم لستم عربا، لستم عربا. عليك اللعنة يا شقيف، ماذا لم ترسل الأبرش عوضا عني؟ سيدي شقيف، سيدك أم علي اللعنة أيها الحقير؟ إنما قلت ما قلت في لحظة يأس. أرى أن يستمر يأسك حتى قدوم الأفاعي إليك، إنها لن تظهر الآن، لن تظهر قبل أن تشتد حرارة الشمس، عندها ستخرج باحثة عن غذاء لها، وأقسم إنك ستكون غذاء شهيا لها. أنت لا تعني ما تقول يا سيدي. كيف تلعنه وهو سيدك يا رجل؟ فك قيوده أيها الأبرش، واذهبا فاحضرا الجياد. فك قيودي أيها اللعين. لم يطل انتظارنا. لقد خسرت. Thank you.
قلق على أبيك يا عنقاء، إن ذهوله الدائم يثير أعصابي. إنه الشعور بالذنب أيها الباشق، فلا أقل من أن يخلو بنفسه فيحاسبها. أهو قدح يا امرأة؟ ليس قدحا، إنما أنا أصف حالة أبيك فحسب. إن كنت بارعة في الطب فلست كذلك في فهم ما يعتمل في النفوس. بثينة أصابت أيها الباشق، ما يعذب أباك هو ما أشارت إليه. فكيف نخرجه من حالته؟ إنها الأيام تنسينا المصاب. وماذا عنك يا بثينة؟ هل تمر الأيام فتنسين أيضا؟ إنني أثقل على نفسي لأهزم الحزن داخلي، أظن أنني سأنجو من فخه. أرجو ذلك أيضا لأبيك أيها الباشق. متى تأمرنا بالرحيل يا أبي؟ أحس برغبة في قضاء النهار بطوله في هذا المكان. لقد انتابني الإحساس ذاته، هذا المكان يطيب المقام فيه، ليتنا نقيم هنا أبدا. أعني أنه أفضل من الأرض التي نقيم عليها، بل أفضل من أرض الأشعث. هل أمر لك بالطعام؟ جلمود، جلمود، ربحت يا سلافة، سيطول انتظارنا. ستسبقنا في النوم هذه الليلة، أحس بذلك.
أنت يا بني؟ ما حكايتك؟ كيف فقدت أبويك؟ بل كيف فقدوك؟ كيف تركوك للعراء؟ لابد أن وراءك قصة مؤلمة لا تستطيع نقلها لي، ولكنني يمكن أن أتخيل الأمر. يمكنني أن أتخيل كيف تجبر الأم على ترك ولدها، ولكنني سأكون لك الأم الرؤوف والأب الحنون والأخ الدافئ. سأكون لك عالما خلابا تعيش في فسحته سعيدا. سأكون لك ذلك يا جاسر الصغير. نحن أيضا لنا حكاية مؤلمة، أنا وأبوك عطية. نعم، عجيب. توقعت أن يكون نصيبنا من النوم كما كان نصيبنا ليلة البارحة. ما أجمله وهو نائم. عطية، أريدك خارجا. كيف وأنا أدخل لأنام؟ أريدك خارجا يا عطية، لا أريد أن أوقظ الصغير. إذن فقد علمكم أسامة كل فنون القتال. ليس كلها، أسامة لم يكن ليعطي كل ما لديه، كان يحتفظ لنفسه بخبرة تبقيه متميزا عن سواه. ولكن ما علمكم إياه كان كافيا لتقاتل كالأبطال. جلمود ذكر لكم كيف نقاتل. ما أعرفه أيها الباشق أن أسامة كان ينحتهم كما ينحت الصخر. لا ينحت المرء كما ينحت الصخر يا جلمود، لا تعرف مهارة المقاتل إلا في ساحة القتال. وهل ترجو أن يغير علينا المغيرون لتعرف مهارتنا في القتال؟ هناك طريقة أسهل، أن تشتبكوا معي في عراك. تريدنا أن نقاتل ولد ابن الوهاج وشقيق أسامة؟ ولم لا؟ لم يحدث أن اشتبك أحدنا مع أسامة حتى في أثناء تدريبه لنا، وهذا ينطبق عليك أنت، وأنت شقيقه الأكبر. ولكنني أحب أن أختبر قدراتكم. هذا شأنكم؟ من تختارون خصما لي؟ أنا. أنك تكره الصغير؟ لا أكرهه، ولكنني غير مطمئن لوجوده معنا، غير مطمئن لتعلقك الشديد به. ومن سيأخذه مني؟ أهله، أبواه، أمه التي حملته 9 أشهر وقاست الأمرين في ولادته. وما أدراك أنها قاست الأمرين؟ كل الأمهات يفعلن ذلك، وإلا فلما صراخكن الذي يشق الآفاق وأنتن على وشك الولادة؟ هل كنت تقبلين أن يؤخذ منك جاسراً عندما كان حياً؟ أنا لم آخذ أحداً، أنا عثرت عليه وأنقذته قبل أن تنهشه العقبان. أنا أعطيته حياة جديدة ما كانت لتعطيه إياها أمه. ولكنك أدرت دفة الحديث. سألتك إن كنت تكره الصغير وأجبتك أني متخوفاً منه. إذن ابتلع تخوفك، وإياك أن تشعره أنه غير مرغوب به. دفاع عن القتال. من أين لك هذا الجلد؟ وجسدك لا يكسوه إلا القليل من اللحم. لو كان اللحم هو مقياس الجلد لكانت البقرة أكثر الجميع جلدا. إنه العظم ومتانة العصب أيها الباشق. سيأتي يوم أكسر فيه عظمك وأستل عصبك. لا أظن ذلك أيها الباشق، لا أظن أننا سنتقاتل ثانية، لا أظن.
قد أحسن أسامة تدريبكم وقد أحسنت الغدر به. كم مرة زرعت الأرض جيئة وذهابا؟ أملت أن تدعينني إلى الجلوس. وهل تحتاج إذنا بذلك؟ لا أحتاجه، لكني أحب أن أرى شفاهك لتطلب جلوسي بقربك. إذن تابع ما أنت فيه. تأخر شقيق هذه المرة. هكذا رحلات صيد شقيق، ربما ينقضي يوم أو أيام كثيرة، ولكنه دائما يعود بالصيد الوفير. أجل، يعود بالطرائد والذهب. الذهب؟ ألا تعلمين أن شقيف والأبرش وساخان يسقون على المسافرين؟ أيفعلون ذلك؟ إذن لماذا عادوا في المرة الماضية من غير عكار؟ لقد قتل في إحدى غاراتهم. ولهذا تحرص على أن تكون أحد رجال شقيف؟ لما لا؟ أنا أيضا أحتاج المال الذي يسلبونه، ربما من أجلك أنت. شقيف لا يناسبك يا سلافة، إن تزوجته أصبحت مجرد جارية تفعل ما يأمرها به، لا أكثر ولا أقل. أحب أن أكون جاريته. حتى ولو لم يحبك؟ أنا قادرة على دفع دماء الحب في جسده. في جسد شقيف لا يمكن أن تجري دماء الحب يا سلافة، أنت تعلمين ذلك جيدا. دماؤه سوداء ليس فيها إلا الكره والغضب. سأعمل على تنقيتها. أنت تحلمين؟ نعم أنا أحلم، لكنه حلم لن يطول. ستحصدين الهواء، أعدك بذلك. ليس أن أحس بوجه حبي له. لماذا إذن لا تكاشفينه بحبك فتختصرين الطريق عليك؟ لن أفعل، وإلا اعتبرني من الفتيات اللاتي يتهافتن علي. لهذا تتحاشين الاختلاط بفتيات القبيلة؟ لا، إن لي أسبابي أيضا. هناك فرقة من الرومان تعسكر في الطريق، ولا نستطيع أن نمر دون أن يروننا. هل هم كثر؟ إنهم يزيدون على 50 فارساً، وكلهم مدججون بالسلاح. إذن علينا أن نغير طريقنا يا سيد القوم. هذا يعني أن نتسلق جبل النار، وتجاوزه يقتضي جهداً وزماناً. هذا أفضل من مقاتلتهم وهم بذاك العدد. حسناً، لنعد أدراجنا ونلتف حول الجبل. أكره أن أعود أدراجي يا أبي، الرومان ليسوا بالمقاتلين الأشداء، وقد خبرتهم وقتلت الكثيرين منهم وحدي. لا أريد أن أجازف ومعي العنقاء وبثينة. ولكن يا أبي، هيا. لماذا لا تحسمين أمرك قبل عودة شقيف؟ أحسم أمري؟ بماذا؟ بشأن شقيف وبشأني. ظننت أنك تعرف أني قد حسمت أمري.
واخترت شقيفا. إنه قدر يا أكان، قدر الذي تسوقني إليه قدماي. بل استسلمت له، وأسوأ ما في الأمر أن الوهم دفعك. أنت تراه وهما، وأنت تحسينه وهما في أعماقك. بل أحسه حقيقة تداعب أحشائي. تدري يا أكان، أنا أدرك ما أنا مقدمة عليه، أدرك العذاب الذي ينتظرني، وأعرف إن تزوجت من شقيق لن يكون ذلك قمة سعادتي. رجل كشقيق لا يمكن أن تمتلكه امرأة، سيظل الآمر الناهي المنفذ لأغراضه. امرأة تعيش مع رجل من هذا النوع لا يمكن أن تعيش حياة آمنة هانئة، لا يمكن. تدركين ذلك؟ أدركه كما لو أنه يحدث الآن. ولا توقفين خطاك اللاهث وراءه؟ لأني لا أملك أن أوقفها، لا أملك. إن داخلي كله يلهج باسمه، أعماقي مجبولة بوجوده. إنه يخترقني يا أكان، يخترقني، يلتهمني كما تلتهم النار حصن صغيرا. إني أكون لشقيفا حبا. لا أظن امرأة حملته على وجهي خليقة، أنا أسيرة هذا الحب، راضية به. أتمنى لو كنت أملك قلبين فأهبك أحدهم، وكنت سأهبك الأكبر. أنك تستحق حب الدنيا كلها يا أكان، ولكني عاجزة عن خلق قلب آخر يخفق لك، عاجزة. إنما خشيتي على عذابك معه، لا أريد أن أراك تتعذبين يا سلافة. ربما أقتله لو رأيت منه ما تكرهين. أتقتل من أحب يا أكان؟ بل أقتل من يسيء إلى حبيبتي. كن شقيقين كما هما الإصبعين في الكف. إن لم تكوني زوجتي فأنت شقيقتي يا سلافة، شقيقتي التي أدافع عنها أمام العالم أجمع، ولا أرضى لها الذل ولا الهوان. قبلت أن أكون شقيقة. قد أخفت جاسر أيها الغبي. أنا آت لأخلفك أيضا، إياك أن تدعيه يغادر البيت. ماذا هناك يا رجل؟ هناك غريب يتفقد كتف كل طفل في القبيلة، وأخشى أن يخبره أحد أفراد القبيلة أن لدينا ما ينشده. اذهب يا رجل، اذهب وحاور طرده قبل أن يزل لسان أحدهم. هيا اذهب. على رسلك أيها الغريب، ماذا تريد من فتياتنا؟ من المعيب أن تتحدث إلى النساء ورجال القبيلة حولك. أعذرني يا أخ العرب. لا عليك، أنا ألبي حاجتك، أنت على الرحب والسعة. أنا أبحث عن طفل أضاعته أمه. تبحث عن طفل في قبيلتنا؟ ربما عثر عليه أحد وجلبه إلى هنا. لو حدث هذا لكنت أول من علم في الأمر، فأنا لا تخفى علي خافية في هذه القبيلة. ربما. اسمع أيها الضيف، أنا أحفظ أفراد القبيلة عن ظهر قلب، لم أرى منذ سنوات أي طفل غريب، ولم أسمع أن أحدهم وجد طفلا وأحضره إلى هنا. ترى كيس النقود هذا أيها الرجل الطيب؟ إنه لمن يدلني على الطفل.
طفل له وشم طائر جارح على كتفه الأيمن. ماذا قلت أيها الرجل الطيب؟ قلت أنك بعرضك علي كيس نقودك هذا كأنك تتهمني بالكذب. لم أعني هذا يا أخي. ها هي القبيلة كلها أمام عينيك، ابحث عن طفلك المفقود واسأل من تشاء وأنا أساعدك بهذا. هيا وتعال معي لا تتردد. أنا أصدقك يا أخي. هل أنت بحاجة إلى الطعام؟ لدي ما يكفي. إذا تعال واسترح في بيتي من عناء السفر. لا وقت أضيعه يا أخي، وشكرا على كرم الضيافة. هل تعرف اسم قبيلتنا التي دخلت إليها؟ لم أسأل بعد، فهذه أول مرة أصل فيها إلى هذا المكان. إنها قبيلة شامان وشقيف. ألستم عربا؟ أنا عربي، أما ما تبقى من أفراد القبيلة فليس كذلك، ومعظمهم لصوص وقطاع طرق، لذا ما كان عليك أن تظهر كيس نقودك. لكني ضيف أيها الرجل. ضيف في القبائل الأخرى، أما هنا فعليك أن تعجل بالرحيل قبل أن ينتبهوا إليك ويسلبوك نقودك، وربما... ماذا تريدون؟ حياتك وهذه الفتاة. حياتي وهذه الفتاة؟ أتظنون أن الأمر بهذه السهولة؟ لا تكن أبلهنا يا رجل، أعطيها الفتاة وسنبقي على حياتك. إن أردتم حياتي فهي لكم إن قدرتم على أخذها، أما هذه الفتاة فحاولوا، حاولوا أن تلمسوها. إذن لابد من قتلك لأخذها. هذا دين نرده إلى شقيف بسيدكم شامان. أرجو أن تلفظ أنفاسك الأخيرة قبل أن تخبره أننا انتقمنا لشرفنا. لقد طغى شقيفا وتمادى ولابد من تأديبه. أتؤدب شقيفا في هذه الفتاة؟ قال لك أننا نرد الدين. تنحى يا رجل وانجو بجلدك. تعالوا إذا واسلخوا جلدي. أنا سعيدة بالعودة إلى الديار يا أبي، فقد مضى زمن على غيابنا. أقسم أني اشتقت إلى أهلها وإلى كل ذرة تراب فيها. أتظنين أن القبيلة ستفتح ذراعيها لاستقبالنا؟ ماذا تعني يا أبي؟ أختك العنقاء تعرف ماذا أعني. أبي يخشى أن يكون أبو طراقة قد استولى على سيادة القبيلة. أبو طراقة؟ إن طعنة من سيف هذا ستنفذ من قلبه إلى قلب ولده شاهين. لا علاقة لشاهين بما يفعل أبوه. بل له كل العلاقة، فقد أعان أباه في كل أمر خطط له. ترى ماذا حل بقبيلتنا؟ ماذا فعل بها أبو طراقة؟ أحس أن حربا كبيرة تنتظرنا هناك، ولهذا كنت أريد عقابا. لما لم تخبره بذلك؟ أكان قد توانى عن المجيء معنا؟ ما كنت لأطلب منه أمرا لا يكتشف ببصيرته حاجتي إليه. لن يقف أبو طراقة وولده شاهين في وجوهنا يا أبي، ولا أظن أن القبيلة تأتمر بأمر أبي طراقة. ربما بما أشاع عني قد ضمهم إليه ونفرهم مني. لن ينفر أحد منك ويبقى حيا يا أبي. بوركت همتك أيها الباشق. لن يهزم الباطل الحق يا ولدي. ثم إنني سأستعين بفرسان أسامة
فهم لا يقلون عنك وعن أخيك عقاب. كم بقي لنا لنصل دياركم؟ عندما نهبط الجبل نصف نهار سيضعنا على أعتاب القبيلة. عدت أخيراً يا سيدي. ما اسم تلك الفتاة التي كنت تتحدث إليها يا أكايا؟ إنها سلافة بنت شيزر، وأنت تعرفها جيداً يا سيدي. أعرفها أجل. هل أنتم عاشقا؟ لا يا سيدي، كنت أساعدها فقط في حمل جرة الماء لا أكثر. لا تصدقه يا شقيف، أكاي يلاحق سلافة منذ فترة وجميع الفتيات يتحدثن بهذا. تلاحقها منذ فترة؟ إذن فهي تعرض عنك. ساخان لا يعرف ماذا يقول يا سيدي. أنا لا ألاحقها ولا أحبها، أنا أحب فتاة أخرى، وساخان يعرف هذا جيد. أبدا لا أعرفها. ومن هي الفتاة التي تحب يا أكاي؟ قل له، قل له يا أكاي، ولا تخشى أن يخطفها منك. لا أحد يحب في هذه القبيلة دون أن أعطيه الإذن بالحب. هل سمعت يا سيدي أن أباك قد مات وعاش؟ تسخر مني أيها المأفون؟ أسخر منك يا سيدي، إنها الحقيقة. أية حقيقة أيها الأحمق؟ ومتى كان الميت يعيش؟ لما لا تسأل أهل القبيلة؟ إنه لا يسخر يا شقيف، قد حدث هذا فعلا. إذن فأنت سلافة، أنت جميلة يا سلافة. ما كان عليك أن تلطمه دون أن تتبين الحقيقة. هل تريدين أن ألطمك أنت الأخرى؟ تريد أن تلطم فتاة يا شقيف؟ حري بك إذن أن تطعنني من الخلف.